بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، مرحبا بكم السلفلاوين اي بيانفوني سور لا شان ميليسا كاهينا. اللي يحبوا القناه راهم شافوا كان هناك انقطاع، يعني غياب قصير. انا رجعت لكم ان شاء الله. اليوم راح نديروا مع بعض وصفه تاع السمك اللي هو فيه تدبيره هايله جبتها لكم لمحبي الاسماك اللي يحبوا البواسون يعني ويحبوا يشرح. يقول لك مثلا دي فوا ما عندكش الوقت باش ديري البواسون، تشريح وتخبيه اكيد تكونجليه. هنا جبت لكم تدبيره هايله، انا جربتها قبل باش عطيتها لكم، يعني حتى شفتها ناجحه باش قررت اني نحطها في القناه. الحوت لما يعني تشريه، دي فوا تشريه وما عندكش الوقت باش تخدمي تقولي نكونجليه. هنا الحوت تاعك لما تشريه كيما راهو، يعني ما تغسليه ما دير له حتى حاجه، كيما راهو تغلفيه بابي فيلم يعني ورق اليمونتير حولك، يقعد جديد فريشكا، ما تنقيه ما تحليه ما تمسيه، يعني كيما تشريه كيما تغلفه. فوالا انا شريته عنده 3 ايام وخبيته كيما قلت لكم، بلا ما يتنقى بلا ما يتغسل نغلفه. هذا مافخون راهو جامد، الوغ هذا نعاود نخليه. وهذا صوريل اللي بزاف نحبه، صوريل هاولك شريته كيما راهو غلفته وجبدتو الصباح، يعني نهار اللي تحبي تقري باش طيبه جبدتو هاولك بدا دي كونجلي هاولك يعني بالدم تاعو. السر في هاد التدبيره انكم ما تنقوش الحوت تاعكم، يعني حنا من بكري نشروه نقوه ونخبوه، لكن يعني هذه تدبيره يعني هايله باش يقعد لكم باسون تاعكم فريشكا كيما راهو. ودركا راني خليته دي كونجلي ونبدا نقيه. بيان سور الحين ندير الوصفه تاع السمك هذا صورين، نحولو بيان سور شويه لي زيكاي ونقوه، ما نحولوش الراس تاعو، ملح فلفل كحل نرمدو في الفرينه ونقليه. واللي يحب يشويه يدير شويه، والا اللي ما عندوش شويه مقله تكون مليحه يعني ما تلصقش ويشويه. البواسون مشوي يجي هايل، لكن صورين باش يجيكم بنين دو بريفيرونس ديروه مقلي وحتى مشوي يجيكم هايل. هنا على حساب لوكو تاعكم وعلى حساب لي مويان تاعكم، بالك مشوي يدير ريحه بزاف وفيه شويه يعني كما يقولوا ام تي ديرونجمون، بالك الجيران ولا يشموا الريحه. مقلي تاعنا يجي هايل، يجي يقرمش. انا اليوم ان شاء الله ندير معكم وصفه كما فهمتكم. الاهم هو هاد التدبيره اللي عطيتها لكم هايله مضمونه، تاكلوا حوت جديد كانكم اليوم شريتوه. الحوت تاعنا فريشكا صدقوني كأني اليوم اللي شريتو. شوف دركا بيان سور نحيلو لي زيكاي تاعو ونقيوه عادي كأنو دركا شريتو. بيان سور لي زيكاي لازم يتنحاو، أبار إلا كنتو حديروه مشوي، إذا كنتو حديروه مشوي تخلوهم ما تنحوهمش، لأنهم هاد لي زيكاي هما اللي يحميو لكم الحوطة كي تقلو كي تشويوها. دونك كاين فرق بين كي تشوي الحوت وبين كي تقليه. كي تكوني حد قليه تنحيلو لي زيكاي كيما هكا، كي تكوني حد تشويه ما تنحيلوش لي زيكاي باش كي تشويه يعني ما يتنحلوش القشرة تاعو ويقعد تشد روحو. هادو كلكو ريبونس على البنات اللي قالوا لي كيفاش نقيو الحوت وشنو هما اسرار الحوت. الوغ نقي هنا تاعنا هاد لي كوتي هادو، فوالا نجيب دركا مقص الوغ نفتح هاد ال جو سي با اسمو، هذا راح لي اسمو هاد الجهة هادي كامل ونطلعها هكا ونقطعها بالمقص باسكو هذا يجينيكم من بعدا في الماكلة. نزيد نحيلو هادو الجوانح هادو، فوالا نفتح هكذا. كاين هنا تلقاو فتحة صغيرة تبعوها هنا تانا، متنساوش هادي عفوا الجوانح هادو اللي يجو من تحتا. وفوالا ومن بعد من هاد الفتحة نقطع بالموس هكا حتى الفوق هكذا هكذا، نفتح من ومن، ومن بعد نجيب لو دوا تاعي نشد منها من الفوق ونجبد هنا. فوالا
هذيك السمكة تاعي ونروح ديريكتومون نغسلها. هذيك الصوري تاعنا راهو نقي، راهو شهي، شوفوا ها ممكن نمسو بيدين ما يجرحنيش لاني نحيت له لي زيكاي. هذا راهو واجد دو. هادو ما نكملهم بنفس الطريقه، راكو شفتو وفهمتو كيفاش. نقيناه، شوفوا كيفاش يجي، راهو يشهي هاوليك فارغ رطب. صوري ما نديرو له حتى حاجه، نديرو له الملح والفلفل الكحل ونرمدوه في الفرينه ونقلوه. شوفوا معايا الوغ البنات، كيما راكو تشوفو لو بواسون تاعنا هاوليك صورين من اروع اروع ما يكون. صدقوني ماكلة تاع الحوت خير من ماكلة تاع اللحم، فيها منافع كبيرة للصحة لينا لولادنا، طريقة سهلة بالطريقة اللي عطيتها لكم، لا لاستيس اللي عطيتها لكم. شريو وخبوه كيما راه، وقت ما تحبو تاكلوه تاكلوه، تحبو ديروه مقلي كيما اليوم، تحبو ديروه مشوي وترفقوه مع سلطه خضراء افيك ان بو دو فريت اي سافي لافير ان روبا. ما ننساوش لا ترونش دو سيترون، انا هنا عندي ترونش دو سيترون وعندي دي كوب دو سيترون كنت كونجليتهم اللي جبتهم، يزيدو يتلقو باش نعصرو مليح القارص على لو بواسون تاعنا. بواسون بلا قارص ماشي بواسون. واش نقولكم، صحة فطركم، صحة عشاكم، نتمنى ان شاء الله تكون عجبتكم لا فيديو تاع اليوم. خذوا بالنصائح اللي نعطيها لكم، راهي والله راهي تلقاوها يعني فريمون. دعوة الخير، نقولكم تهلاو في روحتكم ميريسات، وسلام على بروشين ان شاء الله.